أنا اسمي غزلان أبو سلامة وعمري 7 سنين في أول، وأنا ساكنة في معسكر خان يونس. 13/7 ضربنا البيت وإحنا صايمين، كنا وافطرنا في الحوش، كان ابن عمتهم موجود جنبنا، ما شفنا غير الصاروخ والهوش اللي خش علينا. أجت الإسعاف وشلتهم على المستشفى، من بعدها الأولاد يعني صاروا يشخوا على حالهم، صارت خوف رعب. يعني تعال الطفل أصغر واحد عندي يقول تعال على الدار هذه، بقول لك أبدا أنا بديش إياها. كنت أخاف لا أخرف حد ولا أكلم حد، دوبني في الغرفة سكتة أو أسمع صوت الطيارة أروح أجري 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 أنضم أطلع من الغرفة، بس أضلني سكتة ما تخرفش. احنا في المخيم بنلعب وبنكيف وبنفرح وباخدونا على السباحة على البحر. بنت الفرشة تلعب، يعني بدهم لعب، بدهم خيام، مش يضلهم في البيت، بدهم حد يلعبهم يسويهم عوا النفسية لجاتهم الطفل. لما خشينا المخيم في الباص قالوا لنا إشعار المخيم، مخيم فرحة. حالة الطفلة غزلان مشاركة معنا في جلسات الاسترخاء والعقل والجسم، خلال الجلسات رسمت رسمة مؤلمة كثير عن الحرب وقصف بيتهم، ومن خلال مشاركتها في الجلسات لاحظنا انها تحسنت للافضل، من خلال الجلسات انها بتصفي ذهنها، بتفرغ عن مداخلها، واصبحت الطفله مبتسمه كثيرا وتعبر عن حالها، وحست بقوه شديده وهي بتتنفس وقت تطبيق تمرين التنفس. ايش بتحس اتعلمنا في المخيم انه كيف ناخد النفس الصحيح، كيف يعني مش تتنفس التنفس، لا التنفس الصحيح مثل هيك، يعني كأنك بتشمي وردة وبتطفي الشمعة. يا ريت كل سنة يطلعوا لنا مخيم، حتى بنصير نفرفش ونفرح، وحتى بتتذكريش بتصير الحرب، بتصيري تضحكي وبتروحي وبتيجي وبتسبحي، يعني كل يوم بتروحي، يا ريت كل سنة نروحها.